اهلا اهلا صباح الخير. اهلا لو سمحت، انا من كم يوم مريت وشفت السياره هذه الاس اي تي، بس شبه كبيره شوي. ما في مشكله مدام، تحبي نفرجيك الاصغر؟ في عندنا نوع ثاني اتش 60 اصغر شوي. يا ريت نشوف. تفضلي مدام، سامعيني. مدام بالنسبة للموديل هذا في عندنا منه ثلاث انواع. شنو الانواع اللي موجودة؟ الاوبشن بيختلف، في ويد سان روف وذاوت سان روف. ما شاء الله، ابي هذه يما، ابي ويد سان روف. للاسف الويد سان روف محجوزة. في عندنا نفس الشيء نفس الشكل مواصفات بس وذاوت سان روف. ما شاء الله، اوكي عادي مشكلة وذاوت. خلص ما في مشكلة، تفضل المكتب اعطيك المواصفات بالالوان. اوكي. تفضل. يلا. احسن لك فراح، انت رفعت عنك حمل شايل ابوك. ممتاز يا اخوي، حاسس بالذنب. زين، متى بتواجه؟ اواجهه؟ اي حياتي، شو بتسوون؟ ما ادري اخوي خالد واختي هم اللي بتفرج. المهم الحين انت اخوي سعود، من بيقول له؟ من بيواجهها؟ ماكو غير اخوك سعود، هذه مسؤوليته. سعود لو كان ناوي يقول لها كان قال لها مثل ما حال. ناس ملاقين يتزوجون، وناس يتزوجون سنتين وثلاث وساعات اربع. لو كل واحد يتزوج وحده كان سعود وغيره ما تزوجوا على حريم. عدال، اشوف صراحه انك نسيت انك ما بغيت تتزوج. عدنان يا رجاء صلاح تكفى، لا يكون تعرض علي الزواج مره ثانيه، انا حسبتك بتقول. يلا يما. خير يما؟ للحين ما تبين تقولي لي ايش في عمتي موضي؟ عمتك موضي ما في شيء. قولي ايش فيها حصة؟ خالتي حصة؟ وعمك سعود. معقولة؟ سعود؟ هلا تشوفينا. وش بيكون موقف حصة لإدارة؟ حصة؟ الله العافية. الو، هلا هلا صلاح، عسى ما شر. وانت وينك الحين؟ طيب طيب سبقوني انت وانا وراكم. اي يلا يلا، مع السلامة. Thank you.
منك كل شيء لهم، والحين بعد مرضها صارت تدهينة لتنكتين شايلينها على كتف الراحة. ما تقول لي انا ليه طحت؟ مين يشيلني؟ وليش انشال؟ ايش عندي يهمك؟ والله يهم اخوانك، والله مو ضي. لا ولد ولا ثلاث، وهي يلا فضلك عندها اثنين، واحد محامي باكر يحامي عنها، والثاني حتى لو مو صالح ما ضايع، على الاقل وادنت الدون بحل محلك في الشركه. هون انا من عندي اللي طحت، والله رحت من هالدنيا. من انا وحده ومرت بحياتك وراحت. منال منال أنا رايح الحين وتكلم بوقت. صباح الخير. صباح الورد. شلون ام سالم اليوم؟ بخير دامك بخير. بعدين تعال اشوف ام سالم صارت عاده عندكم. بتاكدوني انك كبرت ولا ليش انك اشتغلت؟ طول عمرك ام سالم، بس اعتقد الحين استاهل عاد تشيلين اسمي، خصوصا عقب ما تخرجت واشتغلت. ولا الا تستاهل وتستاهل وتستاهل. يا حلوها من حلجك. يا حلوه يا قالها. شنو هي اللي ما هي حلوة مني؟ سلامتك يا ابوي، سلامتك. الوالدة ما تحب نقولها أم سالم. ليش حصة؟ شفت؟ حصة شلون طالعة من أبوك طبيعية. وأم سالم؟ ما أدري، إذا قلت لي أم سالم أحس كأنك خاش شيء يعني. خلاص يبا خلاص، خليك على حصرة. ليش انك يمكن ما عودت الوالدة على ام سالم؟ ترايك؟ ترى انا صيفت. وين فهد؟ يا فهد! 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 يا فهد! ليش تحسها كذي؟
عليك لا تحاتين قومة من الصبح، لا تحاتين محاضرات مثلنا ودراسة. لو سمحتي مدام سعاد. لا 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 مدام مو حلوة، كاتبة تقدر تقول روائية. أجل أسم شيء. يما أبوي وين الحين نايم؟ أكيد نايم، ما رجع إلا آخر الليل. هذا حفل العشاء مو حفل استقبال. ما تعرفين أبوك ما يطلع إلا آخر الناس، لازم يكون آخر واحد طالب. يما أشوفك شوف بعد مو قاعد تروحين معاها الأيام؟ أنا ما أحب المجاملات هذا. إيش كنت الحين قاعد تروحين معاها؟ عشان أشوفك الصبح مو مثله. هو لو كان يروح كل يوم كان حتى أنا ما شفت. أقول يما. قولي. استوعبتوا ما حصل عمي سعود؟ ما أدري. الموضوع الحين صار بين عمك صلاح وأبوك وعمتك موزة. وعمتك موزة ما قالت لك شيء؟ تقول لي الحين ما صار شيء. أمونا يما بتطول بالمستشفى؟ ما أظن. يمكن اليوم ولا باكر. الو هلا احمد هلا يما شلونك يما شفي صوتي ايه يما قول شنو صحيت ايه شلون يا يما يا يما تحلى ما باقي شيء على امتحانات لا يا يما ما يصير ما يصير ليش ليش ما يهمني صبري انت شوي احمد اسمعني اذا انت بتسكن الحين ولا بتروح اي بتصل فيك انا بتصل فيك يما احمد احمد يما وعد اوعد انك ما تتصرف اي تصرف لين نكلمك انا وابوك يما لحظه بسلمي معك صبري شوي اي راح اتصل فيك ما راح اتاخر بس انت وعد انك ما تسوي اي شيء ايه ان شاء الله مع السلامه يما شفي احمد احمد يقول كلام غريب يقول بيقطع دراسته وبين الديره ليش ما ادري بيننني ما ادري لا مو تكفين لا ما يصير اسكت يا صلاح ما يصير اسكت تبيني اشوف بيت اخوي يتدمر قدام عيني وينهار واسكت شلون؟ اي بس مو ثانيه ما لها ذنب وحصه وعيالها هم ما لهم ذنب ما فكرت تسلم وتحل هي بعد عمري سالم الله يهداك يا سعود ما ابي اجاب المنى ولا اجاب لك يا سعود الله يهداك لك ما تنام يا صلاح ما تنام يا بعد عمري الله يسهل عليك يا منى ومو تبي رخصونها اليوم من المستشفى العصر ان شاء الله موضي وين رايحة وين بعد اروح لعيالي والله كريم ما بقى فيني عقل يفكر الله يسامحك يا سعود كأنك دودهتنا ومرمرتنا احمد المهم الحين نلحق عليه ونيبه ليش يا احمد ليش يا يما ليش تسوي فينا كذي ليش يا بنيته بسنين بنيته بلحظه يا احمد ليش تسوي كذي ليش لا في شيء غلط أحد قفلها أكيد الأمر مو صاير أمس ولا اليوم هذا صار له فترة كبيرة يوم حس إنه تعب وما قدر يقاوم صار فيه على الاقل زين انك تصل يا ابو شو بتسوي وياه لازم اروح لا ما تروح
اهلا وسهلا. انا اسف امس ما قدرت استقبلك. انت عارف ظروف الشغل ما سمحت لي. بسيطه استاذ سالم، بالعكس انت ما قصرت. شو تشربي؟ مشكور مشكور استاذ سالم، لا تتعب نفسك. اي تعب الله يهداك. اللي اللي بطلبه لك شاي ولا قهوه؟ ولا تحبين شيء بارد؟ عصير؟ ماني رد. الو صباح الخير، جيبوا لنا اثنين عصير. شكرا. ممكن اشوف الاوراق المطلوبه؟ سالم مو عارف شو يسوي، وحصه للحين ما تدري عن شيء، لا هو قادر يواجه ابوه ولا هو قادر يقول لامه. وانتوا برا لين متى؟ لين متى بتشفتون؟ ومتى بتقولون لها؟ ومنو اللي يقول لها؟ المسكينه الفلودره اللي حتى منى قال لها صلاح. موضي ما يصير، ترى الموضوع مطول اكثر بتعاقد اكثر. زين ليش ما تحددون واحد يناقش الموضوع مع سعود؟ مضي ترى والي خالد انسب واحد. خالد؟ انا اشوفه انسب واحد، دبلوماسي، اعصاب بارده، اكيد بيعرف يتكلم معه. وحصه؟ يا يبه انتوا اول خلصوا مع سعود وبعدين شوفوا شلون تتصرفون مع حصه. يعني اكلم خالد؟ انا هذا رايي. ها سعود ايش رايك انت؟ اكو غير هالطريقه؟ انا قلت ما بتروح في لي على خلاص يبا خلاص براسك، باكر حجز التذاكر وعقب باكر السفره ولا لك لا بس. ايش 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 سعود؟ وين تبي؟ كاني في الدار. مساء الخير. مساء النور. تفضل. ليش يا حبيبي؟ شنو هذا؟ هذا شيء بسيط بس ان شاء الله يعجبك. كل شيء منك حلو بس ليش مكلف على نفسك؟ ماكو كلافة حبيبتي، منام تستاهلين اكثر. سعود حلوة وايد حلوة بس ماكو مناسبة، حياتنا كلها مناسبة. ان شاء الله بس مناسبة سارة طول عمرها سارة. منال ترى ميت مليون، اذا ما قمتي نجبتيني الحين ترى بروحي بروح المطبخ وبدبر نفسي. لا سعود لا لحظة، بالنسبة للدلال لا تحدث، انا باخذها عندي. ما تقصرين يا حبيبي، بس عمتها مو تقول بتاخذها عندها. كل واحد عمتها ولا انا كلهم بيوتي. حتى منى بعد تقول خالتي عندي. عاد دلال كيفها؟ الطب والتخير كل البيوت امامها مبطله لها، وبيتي انا اول بيت. بعدين كيف تتحسن؟ كلها جمله، وان شاء الله تخلصون بالسلامه وترجعون وينحل كل شيء. الله يسمع منك يا حبيبي. الله يسامحك يا حبيبي. الله يسامحك. يا مو اللي يسمعك، لا تحرين نفسك. صدقيني يا حسن توني اعرف ايش كثر انت قوي، شلون تحملتي مشاكل فهد؟ اقصى شيء علي وحده نتحمل فشل بناها بدراسته. يا ليت بس الفشل في الدراسه، هذا مقدور علي وخيتي، لكن المشكله في المشاكل. مشاكل الجيل مسكينة الأم ومجتمعنا، كل
يشعل راسه. النجاح كل يشارك، لكن في الفشل تلقى نفسها بروحها ما حد يمنع. لا، وكل يقط اللوم عليها. فعلا الجنة تحت اقدام الامهات. معاك حق. شنو يعني معاك؟ صراحة انت يعني حسبالك اني انا عزوبي يعني معناتها كلامي كله خرطي؟ من قال الكلام هذا؟ حكي عنك تري تقول؟ بالعكس، انا دائما اقول المنى افضل واحد يفهم بالحياة الزوجية عدنان. لاحظ ترى كل هذا نظري. ليش؟ لأن يا حبيبي في النظري تشوف كل شيء منطقي، لكن من تدش التجربة تكتشف حقائق جديدة، ولازم تكون عزابي علشان تقدر تدونها. وإذا كنت متزوج؟ لا عاد، هذا هني دورنا حنا يا العزوبية، احنا عايشين أصلا علشانكم بس ننظر لكم. صدق صراحة مت بلاحظ معاي انه اكثر اللي ينظرون حق الاسره والحياه الزوجيه عزابيه. نظري حبيبي، نظري. النظريه شيء والتطبيق شيء ثاني. ودي الكدر عنك. اي كذي كان زين لو يخلونك عندي على طول. ريحة امي وطوايفي انتي. اروح ابنتي؟ يا حبيبتي روحي دارك وانا ليش الغد ان شاء الله. وهذا خالد سافر. قلنا بنعتمد عليه يكلم سعود، طلعت لنا سالفة احمد. ايه وما بقيت الا انتي وصلاح. أنا؟ إي أنت. ليش عمي؟ منى، أنت إيش رأيك؟ صلاح، أنت أول واحد عرف موضوع سعود، وأنت اللي تكلم. إي صلاح، أنت تكلم سعود وتخلي موضوع حصة علي أنا، بس أنت عاد اللي تكلم الأول. وتالي الله يقدرني ويساعدني وأعرف إيش بقول الحصة. عمتي، أشوفكم كلكم راضين باللي صار. يعني خلاص عمي سعود يبي يواصل حياته مع الثانيه وخالتي حصه تبي تستمر معه، مو كذي؟ دلال، ايش تبين نسوي؟ هذه امر الله. وبعدين عمك سعود مو اول ولا اخر واحد يتزوج ثنتين. يعني شنو؟ خالتي حصه بيصير لها شريكه وتبيني اسكت؟ لا ولا يهمك مدام نورة. لا ان شاء الله بنلاقي حل. شلون؟ لا لا اكيد اكيد كل اوراقك بالقاضي. حاضر. المؤخر؟ لا لا مدام نورة لا تحاسين، ان شاء الله بتاخذين كل حقوقك. ان شاء الله. خلاص. عيل نلتقي باكر. ايه في المكتب. لا ولا يهمك هذا واجبنا. ماشي، مع السلامه. اسف عمي، قلنا نطلع من المكتب ونتفرغ شوي حق اشغالنا، بس ها مثل ما انت شايف الشغل لاحقنا لحد هني. لا ما يخالف، الله يساعدك على شغلك. المهم ايش رايك الحين؟ والله شو اقول لك عمي، عمتي موضي معاها حق لما اختارت عمي خالد الموضوع، بس الظاهر ما في نصيب. هذا انت شايف سفرة عمي خالد خسبوقت الموضوع كله. الا عمي انت الحين ايش ناوي تسوي يعني؟
هذا انا قاعد اسلم. ايش بنسوي؟ ما ادري عاد. ايش رايك؟ اكلم ابوك ولا انطر لما يجي عمك خالد؟ والله انا شايف عمي خالد هو انسب واحد بالموضوع. يعني لازم ننطر. عمي كلامنا مع الوالد الحين لا بيقدم ولا يأخر. هذا انت شايفه. تزوج وحط له بيت ثاني. يعني لا هو اللي راد عن اللي بباله ولا هو اللي بيطلق. شلون يعني؟ يعني انا الحين مو قاعد احاتي الوالد، انا قاعد احاتي الوالده. ايش بيكون موقفه لو درت بالموضوع؟ ايش بيكون موقف الوالد؟ ايش بيكون موقفنا احنا؟ وانا بالذات. احد سالم قفلتها مو لي. يعني الحين كلامي مع ابوك ما له معنى. ولا كلامي انا بعد. عشان كذي عمي اقول لك لازم ننطق عمي خالد. تدري عاد؟ انت فكيتني من شر. ابوك الله يهداها ما فيها صبر. خلاص ننطر خالد. زين ليش ما رجع بروحه؟ من اللي قال لك انه معكم؟ معهم مع عمتي مودة وعمي عبد العزيز. ما ينخش عنكم شيء؟ ليش يمه؟ احمد في شيء؟ احمد ولد عمك ظهر عنده مشاكل دراسية. وامه وابوه راحوا له. امه بيخلص هالسنة. ان شاء الله. يمه؟ هي ما بسك ذبحتني اسئله، انا ما ادري عن شيء، خليهم بالسلامه ونعرف منهم كل شيء. واحمد بيرد اياهم؟ لا لا، ان شاء الله بيكمل دراسته وبعدين بيرد. كان زين كل الدكاترة مثلا. إلا دلول من ما عاد تروحين. سايق بيت عمتي بياخذني وبيوديني بيت عمتي. اي صدق نسيت انك عند عمتك. لما يرجعون امي وابوي من السفر ان شاء الله. ماكو اخبار عن اخوك احمد؟ اتصلوا امس وان شاء الله خير. يلا حبيبتي اتصل فيك الليله ها؟ اوكي اوكي يلا باي باي. هلا منى. يا منى اهم شيء يا حبيبتي في المرحله هذه تحرصين على انك ما تتعبي. منين التعب؟ صلاح بعد عمري ما يخليني اسوي شيء، حتى الجمعيه يروح حبه. وبعدين في شيء مهم، التغذيه. لازم تتغذين حبيبتي. عاد هالموضوع ما تدرين ايش كثر اكل. عليك بالعافيه حبيبتي، عليك بالعافيه. منى صفنتي؟ لا ماكو شيء، سلامتك. بس تذكرت الولاده. لا تحاتيني يا عيوني، انسي المره اللي طافت. ان شاء الله هالمره الله بيسهل عليك ويحفظك اللي فات. الله يسمع مني. اللهم امين. ما ادري ايش اخبار سعاد، ما ادري ايش مسويه مع احمد. الله كريم، عسى الله يوفقهم ان شاء الله. هذا صلاح. السلام عليكم. كيف صلاح شلونك؟ نور يا حبيبي شلونك انت؟ الحمد لله الحمد لله. خايفه عليها من الحره. عمتي خالتي حصه ما تستاهل. ما ادري ايش اقول لك يا دلال. راعي الفكر والراي يا بنيتي. انا اللي بموت من الحره. انا اللي بموت من الحره. كل ما شفت حصه ترى لي كني خدعتها ولا قصة عليها. عمتي انت مالك ذنب. شلون مالي ذنب؟ شلون مالي ذنب؟ انا اللي اخترت حصه لسعود. وبعدين حصه مو مجرد صديقه. حصة لي أكثر من الأخت، عشرة عمر عشت وياها. حتى أمي ما تعدها إلا أخت. وأنتِ صادقة. عمتي؟ شلون اخترتيها حق عمي سعود؟
أبد، من صغرنا وإحنا يمين كنا أصدقاء من المدرسة لما كبرنا، مثل ما أنتي الحين مع صديقتك هدى. آه عمتي. يعني الحين لو سالم ولد عمي سعود أخوي كان خطبتها حقه، مو كذي؟ دلول يا العيارة، ما تقولين هدى صديقتك مخطوبة ومالشين عليها؟ وحتى سالم ولد عمي مو أخوي. دلول هاو عمتي شفيت كلها افتراضات. وليش الافتراضات اللي ما لها معنى؟ علشان بس اقدر اتخيل شلون عمي سعود تزوج هدى. الا قولي شلون عمك سعود تزوجها اللي ماخذها الثاني اللي ما ادري وين طلعت لنا. الحب. اي حب يا اكيد الحب. ولا في انسانه تصبر على نفسها كل هالمده معلقه بشرطه لا تزور احد ولا حد يزورها لو ما الحب. ولا هم قالت حب. صدقني صلاح لو واحده غيرها كان فجرت من سنين. واعتقد ان سعود هو اللي شارط عليها انه ما تجيب عيال. هذا صدقتي لو واحده ثانيه كان ربطت نفسها معاه بعيال. يمكن هي ما تجيب عيال وعندها مشاكل في الانجاب. لا رايك يمكن عندها مشاكل في الانجاب. صبحك الله بالخير. طلع ابوك طلع مستعجل واخذ فهد معه. الله هدا بدام مستعجل شو خلى فهد وصل لك اليوم؟ بعد هل تشوف ما تعرف فهد عزم انه لازم يروح معه. يلا زين سوي حتى انا مستعجل تمشي انا معه. ما اكلت شيء يا يمه ما يصير شيء تطلع على الريج. بس كافي. بعد عمري. يلا مع السلامه. الله يحفظك الله يحفظك. ما قال لي ليش ما اتصلتي؟ ليش لو انه يبيني بشيء كان اتصل فيه. يبا انت اخو العود مو لازم يقول لك احمد شنو؟ عادي فضل خلاص انا اتصل فيهم واعرف. حمل النفوس بين ظاهر ومحاسوس ناس تفرح ناس تحزن مرة شرق ومرة قاس. هل قدر حمل النفوس بين ظاهر ومحاسوس ناس تفرح ناس تحزن مرة شرق ومرة قاس. Thank you.
قدر رحم للنفوس بين ماهر وحسود ناس تفرح ناس تحزن مرة شرقي ومرة ناس هل قدر رحم للنفوس بين ماهر وحسود ناس تفرح ناس تحزن مرة شرقي ومرة ضمنتهم بس عمتي ماكو هني شيء يشجع هناك على الاقل البنيه تكتشف عالم جديد تشوف شغلات جديده واذا يعني كل الدكاتره مثل الدكتور يوسف بعد ساعه الخير خيره صدق انك ماي جايه دلول انا اي انت كل بنات هالوقت موقه الا انا عمتي ايش معنى عيوني انا عرف شبي بالضبط هناك فرق عدلي بس فرقيت ولحقي على دروسك تلقين السايق وصل وليد وعلي ورجع لك لا عمتي مشكوره تسلمين انا قلت حق هدى بتمرني اليوم وبنروح يميا على راحتك بس وصي السايق يمر ياخذك ان شاء الله عمتي على امرك يلا مع السلامه مع السلامه عمري منال يا منال شو كنت طالعني كذي؟ كنت زينة أكثر من اللازم. هاوية سودي، إيش تبيني أنا بس بعد؟ إيش تبيهم الناس يقولون عنا؟ مقصرة على زوجته؟ ليش ماخذ موعد مع الدلال هالحبيب؟ شو خذيته في الليل يا حبيبي أستر؟ أنت حسبالش على كيفي ولا على كيف الدلال؟ عيل من كيفه؟ اللي بيبيعون البيت ما رضوا يعطونا موعد إلا الصبح. يلا يبا مشينا تأخرنا يلا وانت وين موعده؟ وين بعد؟ عند مستشفى هذه في الجابرية هناك يتجمعون الدلال وين يقول العنوان مو بعيد قريب بيورينا بيت واحد؟ لا مو بيت واحد أكثر من بيت وكل بيت في منطقة Thank you.
شوف شنو الناس في المدار، اتصل فيني وانا حاضر. خوش اتصل فيك ان شاء الله. اي بس عاد مو تطول، تدري شيء الحلو ما يقعد. خلاص باكر اتصل فيك. خوش ارقامك اللي عندك، ومتى ما اتصلت فيني انا حاضر برسم الخدمه. ما تقصر. حلو. بما الله. بما الله يا ابو منو؟ وسالم. بما الله ابو سالم، حياك الله. بما الله. بما الله كبير. قدمت لك كل شيء. عمري ما قصرت معاه بشيء. سالم من وحدة غيري جان طقت وتركت البيت من زمان، لكن أقول لنفسي صبري يا نونة صبري، حتى هالي اللي هم هالي ملوا من حياتي معاه وأنا متحملة. عفوا خمورة، أقدر أعرف ليش صبرتي كل هالمدة؟ أستاذ سالم مشكلتي كبريائي، ما بغيت أطلع قدام هالي فاشلة في حياتي. بس صبرك للأسف كان على حساب حياتك ومشاعرك. ليش إني وقفت قدام هلي وتزوجته؟ أول مرة أعرف إن هلج ما كان مفهوم صار. ولا هلا بعد. يعني حتى هو تحدى هلا زوجك. بس حسيت بعدين اني كنت بالنسبه له مجرد نزوه او لعبه يبي يحصلها، واذا شبه منها ومل منها قطها ودور على غيرها. اسمحي لي اقول لك انك كنت غلطانه، كان المفروض من زمان تنهين الموضوع معها. ما كنت ابي اطلع قدام هلي غلطانه، لكن كان معاهم حق. كبرياء ليش ساكت كل هالمدة؟ ليش ما تكلمت؟ ما تقول لي الحين شو استفدت يوم انك ما قلت لي؟ يما خفت تزعليني. وابوك ليه درى؟ يما خفت تقولي له وتتخانقون. انت خانق؟ يما كل ما اسقط بالامتحان انت وتتخانقون، خفت ابوي يقول كله منك. مني أنا؟ قبل شوي كلهم بخير من فضل الله. لا ما هم مطولين ان شاء الله. لا حبيبتي لا، بس لا تصيفين عمري. اي يلا الله يسلمك، مع السلامه. الو حصه؟ ايه موضي، شلونك عصاش طيبه؟ الحمد لله الله يسلمك. شيء غريب هدى، فجاه انقلب فجاه وبعد كذي. يعني احنا عارفين ليش كاره الدراسه موليه وما يفكر الا بالرجعه وبس.
زين انت وما عرفتوا ليش؟ يوم اتصل علينا ما قدرنا نعرف منه اي شيء، بس بيرجع. حتى امي وابوي يوم راحوا له للحين ما يدرون شو السالفه. زين هو يوم اتصل فيكم ما قال لكم صاير؟ ما ادري هدى، اللي عارفه انهم بس بيقعدون معاه. بيقعدون معاه فتره. والله كريم ان شاء الله. عجيب صراحه، عجيب. والله ما ادري ايش اقول لك امي. اللي تشوفين هذا حنا يمنا وحواليه ومجابلينا ولحنا قادرين عليه. وطحي احمد بعيد عن سعاد وخالد وهذه ثانيتها. والله يا اخيتي الواحده ما عارفه ايش تسوي ويا هالعيال. لا 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 مضي، لا لا مو كلهم. طحي وليد وعلي بسم الله عليهم الله يحفظهم. طحيهم شلون مجابلين دروسهم. وما ظنتي انا مسويه لهم اكثر من اللي تسوونه الفهد واحمد انت وسعاد؟ الهدايه من رب العالمين. هذه انت قلتيها، قولي لي ايش اسوي له؟ قولي لي حيست معاش اسوي له؟ مخه مو حول الدراسه مو لي. اقول لك ليش ما تحطين له مدرسين وتفكين عمرك؟ كنا هذا اللي بسويه. بالاول كنت اقول ما بيعتمد على المدرسين، ما بيعوده، ابي يعتمد على نفسه، لكن الحين لا، ما بقى شيء عن نهايه الدراسه. بحط له وامري لله. وسعود شو يقول؟ سعود؟ سعود؟ ايش بيقول؟ سعود انا ما ابي اشاوره. ما ابي اشاوره لانه ساعه يمنا وعشره. بس ما يصير حصه، ليش يخلي عليك بروحك؟ إذا أنت تدري أنا أدري. تعالي شاي بعد. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا سند. هلا بخير. يا حي الله بنيه. طول الغيبات. يا حي الله الغنايم. حياك حياك. كل الغنايم يجونا. هلا والله سند. هلا. شلونك؟ ها شو اسمه؟ الجود من الموجود. خذ قهوة. اي قهوة. عبد الله حقنا بالقهوة. شلونكم؟ هلا والله شلونك انت؟ الله يخليك. صار على موضوع البيت سويت؟ البيت؟ البيوت وايد، بس المهم ان المبلغ يتحضر. المبلغ؟ عفو عليك. اخوك سرد هني هاك. اي كذي يرحني. بس الحقني الحقني بالنسبة. على يهمك يبين. غير هذا الاسبوع الجاي يلا سلامة. هيك شيك كبير الحق العودة. اوه عيال اصبر الحين شيك نسبتك. خلوا خالد يرجع يفاتح سعود بالموضوع. ما ظنيتي اقدر افاتحها. انا الحين شفتها قدامي اتعومس وما ادري ايش اقول لها. ما ادري احس انها تدري وتبيني اقول لها. امي شلون تدري وشلون تبي تقولي لها؟ ما اعرف شلون اقول لك. يمكن هي شم ريحه شاي ولا يمكن عندها خبر ونايمه عليه. موضي موضي انت من صدقك اكو مره تدري زوجها تزوج عليها وتسكت؟ اي ليش كل ما اشوفها ولا اكلمها يتروالي ودها تقول لي شيء وتسكت؟ احساسك هذا بس لانك تعرفين شيء يخصها وخشيت عنها. مو انت صاج عبد العزيز، وانت صاج. احس اني خادعتها انا واخوي سعود. لا تقص علي يا سعود. خلاص الخرايط قدامك واختاري المنطقه اللي تعجبك. ما ادري عنك انا برايها اختار بيت من البيوت اللي شفناها وما يهمنا المنطقه. ما يصير منال، الريال بغى يعطينا بيت يم بيت حصه ماكو 300 متر وانت عندها. شلون يعني ها اشتري؟ يا عمري لا تحاتي انا ماني مجنونه. وبعدين الرجال يوم قال لنا عن البيت قلنا له ما نبي شوف لنا بيت ثاني. ايش فيك انت؟ لا تخاف. اهم شيء عندي تختارين ابعد منطقه. شرط ابعد منطقه. واختاري فيها البيت اللي يعجبك. حاضر حاضر وعلى امرك. شفت شلون؟ ماكو اسهل من رسم الخرائط.
يما يتروالج التباريس، تباريس صعبة. شوية تركيز وتصير التباريس سهلة. إن شاء الله. ألو؟ نعم. إي نعم، أخوي بيتهم. أنا زوجته. عفوا، من معي؟ دلال؟ إي نعم، أنا الدلال. اللي قبل كم يوم مريتكم كم بيت بالجابرية وغرطبة والسرة، سالفة مدام زيتينة. إي نعم. إي. يعني شلون؟ هو مو موجود الحين. وبعدين صار اتصال على النقال قال لي اعطيني مغلق، فاخذت الرقم من حارس الشركه، فما ادري. انا اسف مدام اذا ازعجتك. لا لا اخوي، لا ماكو اي ازعاج. والله شو اقول لك، للحين ما قررنا ولا اخترنا. ان شاء الله لما ياكل يتصل بي. لا على امرك، حياك الله، مع السلامه. يما منو هذا؟ يما؟ نعم يما. من اللي اتصل؟ هذا واحد يبي ابوك بشغل مو قادر يحصل. ليش ما اتصل النقال؟ ما حصل. اتصل على النقال والجهاز مغلق. يما يا حبيبي قوم روح نام، باكر وراك قعده من الصبح. قوم يما، قوم قوم ارتاح. يما ابوش في شيء؟ لا يما لا، بسم الله عليك ما في الا العافيه. يلا فهد، يلا يما قوم، تاخرت. يلا حبيبي اسمع الكلام. ان شاء الله يما، ان شاء الله. أنا على خير.
مفعود؟ خير عسى ما شاف. ايه ماكو شيء، كل الخير ان شاء الله. اشرب قلاص الماي سم بالرحمن، خرتني يا سعود. ألو، نعم، أهلا، أهلا مدام نورة، إيه، شلون؟ متأخر، إيه، لو كنت داقة بعد دقيقة كان ما حصلت لي، إيه نعم، شيء جميل، ممتاز. لا 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 ما في داعي للاعتذار بالعكس ان شاء الله مدام نور باكر نلتقي انا والمكتب تحت امرك في اي وقت ان شاء الله مع السلامه مع السلامه
يعني بذمتك عمتي لو رايحة مكملة دراستي برا ورايحة حق بعثتي إيش كان بيصير؟ كان أحمد الأهو الولد بيرجع وعمي صلاح قعد 9 سنين ورجع من غير ما يسوي ولا شيء. دلال عيب هالحكي اللي سمعته الحين تقولين هالكلام بيقول قاعدة تشمتين في أخوك أحمد وعمة صلاح. دلال حبيبتي عيب تقولين هالحكي. كلنا مو راضيين على قرار أبوك، وإذا تبين تثبتين حقك ولا تأكدين موقفك ما يصير تقارني نفسك بأخوك ولا عمك. شفتي عمتي هذا أنت قلتيه، ما يصير أقارن نفسي بريايي. مين يقول؟ أنت عمتي توج قلتيها. دلول حبيبتي سمعي كلامي وفهمي زين، أنا أقول عمة صلاح ما الله وفقها بدراسته، وأخوك أحمد الله يسهل عليه إن شاء الله ويهديه ويكمل، وأنت يا الأمورة ما شاء الله عليك طول عمرك متفوقة، وإن كان عمك ولا أخوك صارت لهم مشاكل بدراستهم ترى هذه ما يقوي موقفك، علشان نقنع أبوك ونخلي يوافق على دراستك برا. عيال عمتي قولي لي واللي يسلمك شلون اقدر اقنع ابوي؟ انتي صبري شوي خل نسمع اخبار عن احمد ويطمنونا عليه وتالي ان شاء الله ما يصير للخير. انتي الحين خير ما سويتي وعين العقل انك ما ضيعتي عليك هالسنه وسجلتي نفسك في الجامعه هني، وقعاد نعرف سالفه احمد اخوك وتالي نرد حق سالفتك انتي ويا ابوك. عمتي خير؟ تخاذنتي كالعادة وجنش لفيتيني ولا حصلت منك لا على حق ولا على باطل. لا عيوني انت الغالية انت ريحة امي مالك مني الا كل حق ان شاء الله. تصبحين على خير. تصبحين على خير. اي نعم وصل. تعال ادخل. مساك الله بخير. هلا يمه مساك الحل. هاي امه قاعده بروحك. اي وين الوالد؟ للحين ما رجع؟ لا للحين. بس سيارته برا. سيارتك وين هي؟ هي اليوم اليوم خلى سيارته عندي واخذ سيارتي. ايش فيها سيارته؟ لا سيارتي ما فيها شيء، بس سيارتي ظهر يبي لها سيرفس فأخذها أبوي يوديها. ما على عادة يودي سيارتك الوكالة أو الجراج، العادة أنا اللي أوديها. الله يهداك يا يمه يا سالم، حاسدني ليش أنا ودي سيارتي، ويمكن أخذ سيارتي هالمرة، لأن من سيارتي مو بعيدة يبدلها. شلون؟ يبدلها؟ استوى جديدة يا يمه يا سالم، الناس هالايام حتى لو سياراتهم ما فيها شيء بس هم يبدلونها. الصيف ما له عاده يتاخر للحزه. لا 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 تخاف عليه يخلص شغله ويرد، يعني وين بيروح؟
يلا يما خليش ترتاحي. وراي شغله من بعد الصبح. تصبحين على خير. وانت ابن حليل. شو مقعدش هالهزه؟ اي حزه يا حبيبي، الساعة 8 لا 8:15 بعد. ايش عايلك عاد؟ لا دوام ولا شغل. وين؟ ما تبي تروح الشركة؟ لا يبا، اتصل فيهم الحين واقول لهم ماني هاي الشغل. حو لعيوني، انت حسبالك اللي قلت ماني رايح اخليك على كيفك؟ لا يا حبيبي، انا ما احب الريال الكسول. عجيب. من قال لك انك كسول؟ ما ادري عنك. يلا يا عيوني الريوق جاهز، قم. صباح الخير يما. هلا يما، صباح الخير. شلونك؟ الحمد لله. اقعد تحت ريك. عسى ما شر، كانك تعبانه. لا يما سلامتك. اقعد معي خليني اشوفك، اقعد تريح. ان شاء الله تحت امرك. اي كذي صار لي مده ما قعدت معك على ريوق ما اشوفك. يما اسف الايام خلي عليك فهد الصبح. ادري يما ما الومك، ادري انك تجي من المكتب متاخر. عيل وين الوالد؟ طلع من الشر. عيل اكيد هو اللي وصل فهد. لا انا اللي وصلت. أبوك طلع قبله. أقول إمال سوى على سيارتك. ما أدري، هم أخذ سيارتي وخلى لي سيارته. تبي شيء مني يما؟ لا مشكورة، أبي سلامتك. الله يسلمك. ما أقدر أصبر عمتي، ما أقدر. اليوم تأكدت انها تدعي عن كل شيء. يبعد عمري يا حسن، شلون بواجهها؟ شلون؟ هذا اللي كنت خايفه منه. انا ماني داري شلون تتحملني انا ولا ابوي ولا فهد. سالم يما انت ما عرفت هي متى درت؟ ما ادري عمتي ما ادري، بس انا اللي حاس، انا اللي خايف منها انها تدري من زمان وساكته. من زمان؟ تدري من زمان؟ شلون تدري من زمان؟ كل هالمدة تعرفه وحاطه بقلبها وساكته؟ لا عمتي، لو انها تدري ما تكون هذه ردة فعلها. سالم يمه، ذبحت من الشفت ريجي، ماني فاهم شلون امك درت. هي لمحت لك بشيء، قالت لك شيء. لا عمتي لا. بس البارحة عقب ما شفتها بالليل، واليوم الصبح، قالت لي كل شيء بعيونها. حصة اللي بقلبها سر راح يبين في عيونها. الو؟ اي نعم. سعود؟ موبي هذا اللي صار وما اقدر اتراجع. من اللي قال لك تراجع؟ لا سعود لا، لا تطلب مني اكثر من اللي الله يقدرني عليه. ربي شاهد، ربي شاهد اني ماني واقفه معاك ضد حصه.
الله يقدرني بس واصير واسطة خير بينكم. أموري في النهاية مالي غيرك أنت وإخواني. وحصة في عيوني إيهي وعيالي فهد وسالم. عسى الله يخليهم لك ويخليك لهم. سعود سعود الله يهديك، ايش تبني أقول لك؟ أنت العود وأنا الصغيرة، وما ظنيتي وأنت كبيرنا تنتظر مني ولا من إخواني نصيحة. نعم سعود. اي موضي توني داش البيت. لا 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 يب انا على راضي. أنا بقدر كلامك وهي بعد تعزك. حاضر مشكورة مومي. الله لا يخليني منك. ان شاء الله. اي نعم. ان شاء الله.
الله يسلمك. مع السلامة. سالم تقدر تفتخر فيني. مرتك ما هي آخر من يعلم، كلكم آخر من يعلم إلا حصة. موضي وإخوانك وعيالك كلهم آخر. حتى انت يا ابو سالم اخر من يعلم. بس انا اول من يعلم. كنت اعرف عن كل شيء من زمان. سالم ان ظلمت نفسك ما ظلمتني انا، ظلمت عيالك، ظلمت اخوانك، ظلمت اختك مو. أقدر أعرف من أمتها؟ من تاريخ الفتوح. غشتك؟ حصة غشتك؟ حرام عليك يا سعود، حرام عليك، حرام عليك. حصة الضحية بتركب هالبيت؟ سعود، سعود أخوي، حرام عليك، لا تصير ظالم. تدري لو واحدة غيرها كان هدمت بيتك من زمان. تفكر في نفسك وبس.
عشانك وعلشان عيالها وعلشان ما تهدم بيتها. أرد وأقول لك لو واحدة غيرها كان هدمت بيتك من زمان، لكنها أصيلة، أصيلة وبنت ناس وما غلط يوم اخترتها لك، لكن يمكن غلط يوم اني اخترتك لها. مع الأسف صبرتي أكثر من اللازم. ما حقيت، ما حقيت أبي يظلمني لهالدرجة. سكوتك كل هالمدة أعطاه ثقة بنفسك وضعك موقفك. ما بغيت الأهل يتدخلون بيني. مدام نورة أحب أطمنك أن كل الإجراءات بالنسبة لنا جاهزة. وحضوري بالنسبة للمحتمل يتطلب حضورك أمام القاضي للتنازل عن حقك في البيت وباقي الإجراءات. البيت أسفة أستاذ سامي، البيت، البيت اللي ما درى عنه شلون بنى، حتى العمال أنا اللي جبلته. الله يسامح، الله يسامح. مدام نورة أنت إنسانة رائعة. ليش إني سامحت؟ ليش إنك على كثر ما سويتي له وغدتك هم تطلبي له السماح؟ يقولون إن الهرمة ما تنسى، لكن الله إن شاء الله بيساعدني وأنسى. وعلى العموم أنا البيت كرهته، كرهته من يوم ما قامت علاقاته توصل للبيت. معقولة؟ قاموا يتصلون فيه في البيت، لا حياة ولا مستحى، وكل ما أسأله يقول زميلات في الشغل، ويوم عرف إني دريت نزع الحياة، ما بقى إلا يجيبهم للبيت، وأنا صابرة، أقول وين بيروح؟ ما رد لي ولبيته، تأليته لا هو اللي رد. لا أني منه ولا أني من بيتي. بيت بعد؟ من يقول؟ الدلال. الدلال؟ أي دلال؟ بالأول كان بيقبل، لكن لما عرف أني زوجته أما وقال لي عن كل شيء. خوش والله، ما باقي لا يحط لها بيت معوزة، احنا الشقة وبلعناها، هدور يحط لها بيت حالها من حالك. يا موضي انا بالع سالفة وساكتة من زمان، الله يهديك، بس الحين يافع البيت كله منك حصة، ولا شايف الغلط قدام عينك كل هالمدة وساكتة؟ يوم شفت كل شيء ما اكذب عليك حسيت بالغدر، لكن حطيت سالم ومستقبله وفهد ومشاكله بميزان، لقيتهم اثقل واغلى مني ومنه. وشلون دريتي اول مره وسكتتي؟ سوق الذهب. في سوق الذهب؟ وانا اشتري لي شطقه من الالماس من سوق الذهب. لذكرى زواجنا؟ اي نعم. ومن يومها وهي تراقبني. سعود تبي الصج؟ طلعت انت اللي على نيتك، هو انا المسكينه اللي صابره طول هالسنين علشان ما تنجرح هي وعيالها.
منال لا تنسين انهم عيالي. ولا تزعل يا عيوني، لا تزعل، وهي بعد ام عيالها كل شيء، ولا يصير في خاطرك. أمتي لو أنا مكان خالتي حصة كان ما قعد دقيقة. دلال حبيبتي هذه عمك سعود. عمي سعود غلطان ألف مرة. دلال عمتي يعني وش شايف خالتي حصة؟ سلعة مثلا جدانة ولا بضاعة ولا طقم غلفات؟ لا 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 لا، أكو ريال يحصل له مثل خالتي حصة ويسوي فيها كذي مثل ما عمي سعود قاعد يسوي فيها؟ دلال بس حبيبتي بس ذبحتيني. أنا ماني مصدقة أصلاً، راسي بينفجر. شرها علي، ليتني ما قلت لك يوم إنك سألتيني. كل هذا يطلع من عمي سعود؟ عيب حبيبتي، ما يجوز بعد عمري. حصة خالتك وسعود عمك. يعني هذه ما لقت إلا عمي سعود؟ نصيب يا بنيتي، نصيب الله كاتبه. وهذا احنا كل اسبوع فحوصات. يلا الله يساعدكم ان شاء الله. شد حيلك يا معود، شد حيلك. صدق عدنان؟ انا قمت اتشام من سالفة الحمام هذه. اعوذ بالله منك يا صلاح، ايش دعوة؟ اول شيء مرتك ما لها ذنب يا اخي، وبعدين مين هي اول واحدة يكون عندها مشاكل صحية؟ مو ما في المشاكل الا وقت الحمام. خير صلاح، أنت ما شفت؟ هذا سالم ولد أخوي. على عادة، شو قاعدة هنا؟ ليش؟ يمكن يكون موعد أحد يا أخي. لا لا ما أعتقد. أنا ابنك. زين أنت ليش ما تقول لي يقعد ويانا؟ مو أحسن تروالي؟ لا لا دقيقة وياي أنا. راح. سالم عمي صلاح. هلا انت هني؟ شلونك؟ تفضل تفضل. من فضلك. ها متى هني؟ ابد صار لي مده كثر ما ادري. انا ما شفتك. يلا يلا وين؟ قوم اقعد معنا هناك. زين من معك؟ انا وعدنان بروحنا. عدنان؟ ايه يلا عيد. يلا يلا لو سمحت. بتسوي لو سمحت؟ خلني ادفع. امس زين عليك يعني؟ اي تفضل يلا. يلا لا 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 والله ابد. تفضل حبيبي تفضل. مو معقوله هذه. مو معقولة مو معقولة. لا وانا حادي شلون بفاتح اخوي سعود. مو بس انت، ما شفت حالة اختي تموت مسكينة، ما هي عارفة شلون بتواجه حصة. المشكلة مو موطي، المشكلة مشكلة سعود. على باله انه خاش عنا كلنا، طلع هو الوحيد اللي ما يدري، كلنا ندري حتى حصة. وانت صايف صلاح، الا شلون صبرت حصة كل هالمدة؟ سأل سالم نفس السؤال. وش قال؟ يقول ما قلت الوالدة بهالقوة. ما شاء الله عليها، الله مصبرها، خنت حيلي. ايه يقول اعصابها من حديد. وغصاج من يتحمل مثلها؟ وسعود؟ سعود؟ سعود الله اعلم بحالته الحين. وحالتي انا وياكم يعني ما سأل نفسه قبل ما يسوي سواده؟ ما فكر فيه؟ ما فكر بفهد. يعني شلون؟ نخليه لها؟ إذا تبونه كاهو عندكم، بس أنا واخذوه عني، غسلت ديني منه، أبوكم وأنتو كيفكم معه؟
يا سالم، انت كبرت، ما انت بحتاج، وحتى لو انك تحتاج انا ما اقدر امنعك عنك ولا اقدر امنعها عنك. وبعد هذه اخر سنه بالثانويه دخلوا الجامعه، الله يقدرني عليك. فهد بشتغل وادرس. فهد عبالك الدراسة والشغل يميع شيء بسيط؟ يا اخو الوايد من الربع يبي يشتغلون ما يخلصون الثانوية ويدرسون كلهم. مو صحيح يا فهد، اي وزارة اليوم ترضى انك توظف عندها الطلبة؟ كلهم يوفون ويصير دوامهم بالليل. فهد لازم تعرف ان اللي يتخرجون هالايام ما يلاقون وظيفة بسهولة، يقعدون بالسنة وسنتين. هالدور تبي الوزارات توظف عندها طلبة. أقدر أشتغل بالشركات؟ خلاص عيل نحل. ما دامك تبي شركات، عندك شركتنا، حتى ما داوم فيها. ما أبي شيء من أبوي. بس الشركة لنا كلنا، أنا وأنت وأبوي وعمامي وعمتي. بس الوالد هو المسؤول. قلت لك ما أبي شيء من أبوي. خلاص وصلنا. ولا الدكتور يوسف قاعد الحين من غير زواج، وغيره قاعد ياخذ واحده وثنتين وثلاث. عادي عدم تكافؤ فرص، هي معوده اي تكافؤ فرص الا قولي سوء توزيع. دلول حبيبي انت من سالفه عمك متحامله على الريايين، ايش فيك؟ والحريم ولا واحد مثل الدكتور يوسف يقعد من غير زواج، وعمي سعود يتزوج على خالتي حصه واحده ثانيه؟ انا ابي افهم، خلي اللي اخذت عمي سعود ما لقيت لها واحد عزوبي؟ بس يا دلول في غيرها، لا تبي العزوبي ولا تبي المتزوج. انا عن نفسي ابي واحد عزوبي وخالي بال. خالي بال؟ شلون يعني خالي بال؟ يعني عمره ما فكر بغيري، ولا كانت له علاقات ثانيه غيري، ولا تزوج قبلي. شو يضمن لك؟ اسحب منه اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة. تصدق أستاذ سالم ما توقعت إني راح أتخلص منه. مدام نورة، في القضاء عندنا كل مشكلة ولها حل، سواء جزئي أو مرحلي، بس ها في النهاية لازم نوصل لحل كامل. على العموم أنت مشكور ما قصرت وساعدتني وايد صراحة. إيش دعوة مدام نورة، ترى إحنا ما سوينا إلا الواجب. لا والله فوق الواجب. ماني شايف سويت اكثر من اللي اقدر عليه واللي تسمح فيه الاجراءات القانونيه. استاذ سالم يكفي انك ساعدتني وخليتني اتصرف من غير ما اعتمد على احد. نوره اهلك استاذ سالم مثل ما رفضت شورهم في زواجي ما بغيتهم يتدخلون في الطلاق، احسن لي شخصيا أحس أنها مسؤوليتي ولازم أتحملها. مدام نورة، أنت تحبين الاستقلالية؟ خطأي ولازم أتحملها. وزواجك من؟ بعد كان خطأ. أستاذ سالم أنا آسفة عطلتك عن أشغالك. أنا آسف اللي خليتك واقفة. لا ولا يهمك، حديث الدقائق الأخيرة عندنا إحنا يا الحريم عند الباب ساعة الطول أكثر من اللقاء. بس هذا عند الحريم. الظاهر عند الريايل بعد. زين مع السلامة أستاذ سالم. مع السلامة مدام نورة. عيل أمطرك تتصل فيني حق موعد الجلسة إن شاء الله. إن شاء الله أول ما يتحدد موعد الجلسة أتصل فيك. زين مع السلامة. هو طالع من
عني سند. ايوه يا حبيبي. ايه خلاص انت اللي خلصت من الدلال، اتصل فيني. ايه انا اول ما اخلص السوق راح انتظرك في الشقه. كلها يومين وتقولين اروح البيت. ما صدق ما صدق الا لو وقعت وياه. ايه اي اوكي حبيبي، مع السلامه. تفضل حياك. والله الله يحييك. هاي شلونك؟ الحمد لله. سامحيني يا حصه طيبني عليك. لا على ما مريت اخذ منى. ايش دعوه عاد انتم غرب اهل بيت؟ لا والله ما احنا غرب، بس الله يجازي اللي كان السبب وليش بيننا. واللي يسلمك خلي هالموضوع عنك، اللي بيني وبينك ما يتغير، يعلم الله. عسى الله لا يغير علينا ان شاء الله. حصه. نعم. سالم شو اخباره؟ وفهد شلون؟ سالم الحمد لله ما فيه للعافيه، لكن فهد طالع لنا هالايام بنغمه جديده، يقول ابي اشتغل. شلون يشتغل؟ والدراسة؟ يقول يشتغل ويدرس. وش عايلة على الشغل؟ لا هو معتاز ولا عليه قاصر. بعد هلي تشوفي سالم اخوه عيز وهو يفهمه، وانا طاحت وصله من لساني، مو قابل يسمع الكلام. وابوه شو يقول؟ ابوه اي ابوه، ولا بعد ما له شغل فيه؟ المصيبة كلها من وراء ابوه. شلون؟ يقول ما يبي من ابوه شيء ولا يبينا نعتمد عليه، يقول بشتغل مثل ما اخوي سالم بيشتغل، ما يبينا ناخذ من ابوه اي شيء. ما عليها خبتنا السوالف، اروح اجيب لكم شيء تشربون. عيال بيحط لها بيت من حلالنا؟ قلت لها لا والله مو من حقها، لا تسكتين عنه. بس حصة ما لها علاقة بالموضوع. شلون يعني؟ عياله ما لهم حق؟ وهي ما لها حق؟ مو بنت تتكلمين عن شركتكم انت واخوانك، ولا تتكلمين عن بيت سعود؟ ودي المطبخ وروحي نامي. عزيز ايش فيك؟ نصيبنا في الشركة مو لي ولاخواني صلاح وخالد. لاخوانك ولج صلاح وخالد وسعود واخوي سعود وعياله. موضي من فضلك لحظة لو سمحتي، تبينا نتكلم بالاصول ولا نتكلم بالانفعال؟ يعني يصير تصرف بسهم عياله وسهمنا؟ ومن قال كذي يا بنت الناس؟ انا اقول حلال ابوك اللي هو ولد عم ابوي اعتقد واحد، صح ولا لا؟ ايه عدل. وانت وصلاح وخالد وسعود الورثه الشرعيين لابوكم، عدل؟ كلامك صحيح. خلاص عيل، سعود له نصيب حال حال اخوان الذكور، وانت نصيب الانثى مثل ما قال الشرع. وسهم سعود؟ ها من حقه حق عياله. ايوه عياله. وانت ايش عليك من عياله؟
ايش فيك عبد العزيز؟ هذول عيال اخوي. يا بنت الناس، سالم سعود من حقه وحق عياله يتصرف فيه مثل ما يبي، انتي تكلمي بس عن نصيبك. ايه عبد العزيز وعيال اخوي، عيال اخوي سالم وفهد. انت وعيالك مكانتكم محفوظه. وموضي واخوانك. حجي انا واخواني انياز. سعود حدك، ارجوك لا تكلمني بالهجره من اليوم. ورايح مالي شغل ولا باخواني، بس حق عيالي ما يبي. مين قال لك ما كان حق عيالك؟ انت منين تجيبين هالحكي؟ صمخه وسمعت. اي كذي قمت تسمعين؟ هذا شيء يضايقك؟ ايش هالكلام؟ من اللي انطار الفلوس والحلال؟ الله يهداك يا موضي، احنا عمرنا ما راجعنا ولا سوينا ميزانيات مع اخوي سعود، شو هالحكي هذا؟ موضي ما تقصد سعود. عيال من تقصد؟ تقصد حصة وعيالها، خايفة عليهم. من سعود؟ يعني موضي توها تعرف اخوها؟ عمره ما ظلم احد. وش قالت حصة؟ احتارت حصة مسكين، حسيتها بين نارين. وموضي اختك، تبي تطيب خاطرها بأي طريقة، حتى لو وقفت معاها ضد اخوك سعود. ما رديتي على سؤالي، حصة ايش كان موقفها من كلام موضي؟ كل اللي يهمها حق عيالها. اي عيالها؟ اي عيالها؟ عيالها يعني الحين سالم وفهد مو هم عيال سعود؟ مو هم عيالنا؟ هذا اللي قرت عليه موضي. اخ بس لو مو متدخله بينهم. صلاح حبيبي لا تحرم نفسك هالكثر. يا خالد موجود كان ما وصلت الامور لهالدرجه. حتى سعاد لو موجوده كان موضي ما انجرفت ورا عواطفها. عمتي عسى ما شاء مو قاعد تاكلين شيء؟ دلال قلتني بالي عرساني وساكته ولا تدخلت. عمتي الله يحفظك، كلنا ندري انك ما تقصدين الا كل خير. اي خير يا دلول الا لقافه وطوله لسان. عمتي لا تقولين كذي، اصلا عمي سعود يعرفك وحتى خالتي حصه. والله فشلي فيهم، والله فشلي، بدل ما اصلح من بينهم دمرتهم. اعوذ بالله عمتي ايش هالحكي؟ انت بس حاسه بالذنب شوي، بعدين قلت لك كلنا ندري انك ما تقصدين الا كل خير. انت صادقه دلال، انا بس بغيت ارفع الظلم عن حصه. ولا انا واخواني عمرنا ما يبنى طاري الفلوس حق اخوي سعود. عمرنا ما يبنى له طاري الفلوس ولا الورث ولا الشركه. بس هالمسكينه حصه وعياله خفت عليهم. يا ربي عيال اخوي ما اقدر اشوف اللي يجري عليهم واسكت. أمهم هالمسكينة صديقتي وخيتي وعايشين معاها عمر. عمي الله يهداك، يعني عيال عمي سعود مو عياله يعني؟ معقولة بيقطهم بالسكة؟ ما أدري بس أنا شفت كل شيء أسود قدامي ما قدرت أسكت. عمتي أنتي بس حبيتي تحرين عمي سعود مثل ما حرج مو مثل ما حر حس. هذا بالله من الشيطان الرجيم. والله يجازي اللي كان السبب، الله يجازي اللي كان السبب. Thank you.
حلج من الحكي. يبا اليوم اخلص اجراءات التسجيل واستلم الوثيقه ان شاء الله ونبتدي بالاعلان. بس؟ منال خاطر شيء ثاني؟ يعني بس انا وانت نسكن هالبيت؟ انا شو عدتك؟ يعني خلاص؟ ليه تكنه؟ يبا قبل ما تبتدين تأثثين دارنا أثثي دارها زين؟ ومن ضمن حبيبي يمكن دارها؟ عاد هذه علمها عند الله. الله كريم. يلا مع السلامة. مع السلامة حبيبي، مع السلامة. دلالة نسيتها زين زين صوبنا من بعد قليل في مطار الكويت الدولي حيث تعد درجة الحرارة 30 درجة مئوية. يرجو بحضراتكم ربط حسبة المقاعد تعني مقاعدكم وأطلا وجد أمامكم إلى وضع العمودي. شكرا. Good day, ladies and gentlemen. Airport within temperature stability degrees centigrade. Please fasten your seat belt, adjust the backrest of your seat, and abide position. Thank you. وينهم؟ كل اللي معهم على الطيارة طلعوا. على ما مصيفوا. عمتي وسعي صدرش طولي بالك الحين يون وين صار لنا زمان واقفين كهم وصلوا ايه صدق كهم كهم بعد عمري تقول كذي يا ليتني ما بطلت حلجي انا عتمو ما تتدخل الا بالخير كل مره الظاهر من سعيد تعيرت وايد حتى عمي صلاح يقول كذي الله كريم الحين ابوك راح يشوف عمك سعود ان شاء الله يقدر يسوي شيء كان زين يمه انا مو متخيل عمي سعود من غير خالتي هذا اللي انا شلون بتكون حياتنا صلاح ليش ما رحت مع خالد؟ الحين سعود منفعل علينا كلنا وتسبه موبي خالد ما تدخل بالإطار لا قال ولا اقترح ولا يا طاري حلال وانت صاج يمكن خالد بروحه يقدر يوخر عني سعد كان زين خالد الحين بروحه محتاج للي يوقف وياه بعد سالفه ولده احمد لقى روحه بعد عمري في مصيبه تسعود وحصه. انت يا بنت الحلال بس صبري وان شاء الله ما كل الخير. كله مني. كله مني انا. وللحين شطري حلال ابوي والشركه والفلوس. بس هذا اللي قافه وما تسوي. الحين احنا لا من سعود ولا سعود من حصه. ها موضي من دارج هالكلام؟ انت تخيلين النتائج على كيفك. هذا اللي بيصير. كل شيء الحين بيصير.
يقول حاشم حصه وعيالها كل هالمده. الحين الثانيه هي اللي بتطلع الزينه. وحصش عليها؟ شلون ايش عليها؟ مو انا اللي خليتها تكلمه بنصيب عيالها والحلال والشركه؟ حصه عاجل انا اعرفها زين. ما اعتقد انها تكلمت باكثر من حق عيالها. ويمكن حقها. وهم هذا اشد فيه. ليش؟ من حق هالطالب. اوه ردينا ردينا يا بنت الحلال. انت مو توش تقولين انا متحسفه وليتني ما تكلمت. موضي سمعيني زين. انا من رايي انش تبتعدين تشيلين ايدك من الموضوع هذا مو لي. ما لك شغل فيهم. خلي صلاح وخالد يتفاهمون مع سعود. ابتعدي انت. احسن لك واحسن لهم. احسن احسن. شو تسوي؟ ما نقدر نجبرك. واللي صار صار والموضوع الحين طلع من ايدنا مو لي. ماكو شيء بيدنا نسويه وما سوينا. الحمد لله على كل حال يا خالد. واشوفكم سلمتوا عن نصبي. وعلى ما يقولون قضى اهون من قضى. بس عمي مو كنا الموضوع صار فجأة. لا 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 الموضوع لا فجأة ولا شيء. بس هو يوم شعر بنفسه تعب وما قدر يقاوم اتصل فينا. شو اقول لك؟ الحمد لله. الحمد لله على كل حال. بس عمي هذه مصيبة إذا عيالنا بيكونون بهالضعف. مصيبة. لا يا يبا القضية مو قضية ضعف. أحمد ما كان مسلح كفاية. بعدين الغلطة مو غلطة أبوه. غلطتي أنا وغلطة أمه. ولا كان مفروض نخليه عندنا يخلص الثانوية بعدين ندزه حال حال العالم. مو شرط منه حتى الكبار قالوا عني صراحة دزه يدي عقب الثانوية برا وفشل. الموضوع هني يختلف تماما. عمة صلاح أساسا كان مستوى ضعيف في الدراسة. حاول وما قدر. بس أخوك أحمد خاف من الحياة خاف من المجتمع. وش اللي قلبه يمه؟ مو هو طول عمره عايش معانا برا. اللي قلبه اللي اختلط معاه اللي خلوه كل ما يلتفت يمين او يسار يلقى الحرام بكل شيء. بلبس الناس باكلهم باثاثهم بحياتهم. قام يتحاشاهم ما قدر يتعامل معهم لا في المدرسه لا في الشارع حتى كتب الدراسه. تطورهم علمهم اختراعاتهم قامت تخوفه. علشان كذي شاف ان الحياه معاهم صارت مستحيله وقام يقاعد بس اللي قلبه ومخه وعقدوه. هم ليش قاعدين هناك؟ ليش ما ردوا؟ لا حبيب الناس هذول عندهم رساله يبون يصبحون شبابنا. وعشان كذي يتلقون المساعدات والمعونات علشان يوصلون الرساله هذه. ومن يدز لهم؟ عاد هذا دور اخوك احمد والمساكين اللي مثلي يجمعون من هالطيبين اللي عندنا علشان يواصلون رسالتهم. وتشوفي كم واحد مثل اخوك احمد دازينهم كسفر عندك. حرام حرام. قولي الحمد لله ان احنا قدرنا نلحق على احد. ولا كان انا قلت له عمي. لا لا الظاهر ان الوالد ما له رغبه انه يشوفني عندكم بالبيت. ما ثاني ما ثاني. زين هو لا عاده ينام هناك. عمي صار له فتره ما يمرنا الا بالنهار. مثل؟ ابد ماكو. من اصطدم مع الوالد اخر مره. انا اعتقد ان احسن اروح اشوف بالبيت. على راحتك. زين سلمي على والدك. الله يسلمك. والمره الجايه ان شاء الله اذا شفتك ها عاد تكلمني عن شغلك وعن مكتبكم ان شاء الله. هاي باي. حياك الله. مع السلامه. تفضل. تعالي ام سالم. راح عمك خالد؟ اي امي تو رايح. تعال تعال امك تعال. ايش فيك يمه؟ يا ليت عمي خالد ما يتعب نفسه مع الوالد. وعمك خالد ما تدري ايش يبي في ابوه؟ معقوله يمه ما تدرين ايش يبي فيه؟ ما ادري. ايش دراني؟ ليش هو قال لك ايش يبي منه؟ ما ادري. بس اكيد كان يبي بشيء. يصير؟ اي ليش راح؟ ليش ما قاعد ينطر؟ اي ينطر؟ صدق ابوي بيشوفه عندنا؟ او ليش؟ مو اخوه. يمه عمي خالد جاي يشوف ابوي بموضوعك معاه. قول كذي لو ندري هذه السالفه ما خلينا يتعب نفسه ينطر.
الحاصل الحين بيشوفه باكر بالمكتب. ويقدر يشوفه عنده. هم عند اخو. سالم يما. ما عليك من هذا كله. قم روح نام وارتاح. وما عليك من سوالف عمك وابوك. تصبحين على خير. وانت بنهله حبيبي. وانت بنهله. هلا مدام نورة، للحين ما رحتي؟ كنت ناطرتك. ليش ما تميتي قاعدة في صالة الانتظار؟ لا هني أحسن، أنا الرايح والياي. بغيتيني بشيء؟ لا بس حبيت أشكرك على مرافعتك اليوم. ما كانت مرافعة، إيش دعوة؟ كلها كلمتين على استفسار القاضي. بعدين كل شيء عنده بالمذكرة. مذكرة بسيطة؟ لا أكيد بمستوى الكلام اللي قلته. وبنتين واقفين نسولف هني؟ عموما انا خلصت اللي عندي، ما عطلك، مشكور. لا ما في عطال، انا رايح المكتب بعد شوي، واذا عندك اي استفهام او اي استفسار ممكن اشوفك عندنا في المكتب. لا استاذ سالم، ما عندي شيء، صدقني بس حبيت اشكرك، ما عطلك عن شغلك، واذا بغيت شيء ان شاء الله بتصل فيك انا في المكتب. على راحتك. انزين، مع السلامة. الو صباح الخير. هلا خالد. ايه سعود. لا 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 والله حاولنا ندور له مدرسه انجليزيه ولا امريكيه نسجل فيها يعني. والله يمكن هاليومين حاول. لا يا معود خليه يكمل السنه على الاقل. ايه ايه لا لا هو طبعا انجليزيته هي ممتازه طبعا مع الاخلاق، بس المشكلة بالعربي. لا لا يقبلونه يقبلونه يسجلونه ان شاء الله. حاول بعد هم انت معارفك وايد. اي سعود. لا والله ماكو شيء. لا بس شفتك البارح تاخر. قلت خليني اشوف اتصل فيك اليوم ماكو شيء ماكو شيء. على راحتك. تبكين هني ولا انا اجيلك؟ اوكي. علشان تقول لي عن اخبار العمارة. ايه من زمان ما قلت لي عنها شيء. صار صار ايه. مع السلامة. اتفضلي هذه نسختك والنسخ الباجة الخاصة فيك ينزلون سيارتك. احنا اللي نشكرك مدام سعود. في شيء مضايقك؟ انا؟ ليش؟ بالعكس، بس انت تدري القلق اللي انت تعرفه بعد صدور اي رضايا جديد. سعود، شو اخبار احمد؟ احمد؟
رجع معي. خلاص يعني؟ مصر يترك الدراسة هناك؟ المهم سلمنا عليه مبكر. هذا أهم شيء يا مدام سعاد. يمكن أمورها تنصلح. فعلاً عندكم رب ضارة النافعة. إن شاء الله نعم. وأنا يبنعوني من السفر. لازم يكون معاك محرم. مو أحمد كنت أنت المحرم اللي بيكون معاي. اتضح إنك أنت المحتاج لأحد يكون معاك. الحرمة لازم يكون معاها محرم. هناك القابض على دينه كالقابض على جمره. وليش رجعت؟ احترقت ايدك؟ ليه تزوجتي؟ روحي مع ريلك. عيل كان تزوجت انت وتميت هناك. هالشرط ينطبق عليك مو علي. خلاص احمد انا عرفت المفتاح. بوعدك اول واحد يتقدم لي ويطلبني للزواج صواب. وبسافر معاه اكمل تعليم. هالبساطة؟ مثل البساطة اللي هديت فيها دراستك ومرات أمي وأبوي. وأنا هني راعيت مشاعر أبوي ورضى وطاب إرادته. دام إنك ما تزوجتي ما يحق لك تطلعين عن شور أبوي. وأنت ليش طلعت عن شور أبوي وهديت دراستك ورجعت ها؟ آه الجمرة ساعت إيدك ها؟ أمي وأبوي خافوا عليك. خافوا لا تحرقك. راح وراك أبوك. زين إيش تبينا نسوي؟ خلك مكان خلك مكان موضي ولا مكان حصه وعيال. بس ما تتهمني حصه بنصيب عيال. صدق انت امرك غريب. ليش حاط على حصه؟ ليش تحاول تركبها الخطا؟ خالد تقبل من سعاده تتهمك؟ هم كانت تتهمني. يا يبا اللي قالت هالكلام هذا مو حصه. اللي قالته موضي ومستعده تقابلك وتعتذر. بعدين سعود خدعتنا كلنا بما فينا حصه. انت بس سعود تفكر شوي كان عرفت ايش كثر حصه حاولت تحافظ عليك وعلى بيتك وعلى عيالك وعلى اسرتك. سكتت كل هالمده من متى وهي تدري انك متزوج وساكته بالعتها غصه يمره بكبدها. والله والله لو واحده غيرها كان قلبت البيت على راسك فوق تحت. وحتى صراحه المسكين كاهو يدري من زمان محترمك وحاشمك وما تكلم. وهو بيحافظ عليك وهي بتحافظ عليك وانت هذا موقفك. هذا جزائي لاني سكت طول هالمده. ما تتخيلون خدمتي اول مره شفتها. صلاح ما له ذنب يموت. كل واحد منا لو كان مكان صلاح أو حصة يمكن تصرف بطريقة مختلفة. أنا أنت خالد أو عبد العزيز كل واحد كان ببادر بطريقة مختلفة. يمكن دوافع حصة كانت تختلف عن دوافع صلاح. كبرياءها حشمتها لنفسها خوفها على بيتها وعيالها هي اللي خلاها تسكت. وصلاح شو اللي خلاها يسكت؟ أخوه الكبير ومكانة حصة عندنا وتقديره للموقف. خوفه من النتائج على مستقبل بيت أخوه وعياله. كل هذه الأشياء خلته تسكت يتريى يصبر. كان عندي أمل بمعجزة وينحل الموضوع بكيفه. قلت يمكن نزوة وسعود يصحى ويصلح غلطتها. خصوصاً إنه للحين ما يبنى عيال. ويه بعد عيال كان ما ترقع مولية. مات قلت لو إنه مرتبط فيها صج كان عيل منها من زمان. من يدري يمكن ينطرون لما يسكنها في بيت. أبي العزيز شاي حقيقة أنا ما عندي أي مأخذ على صلاح. وما حد يقدر يلوم حصه. وسعود يعني موضي انا للحين ما خلص كلامي.
الموضوع هذا بيد سعود. سعود لا تنسون انه رجل متزوج، القانون والشرع معاه، يعني ما حد يقدر يجبره على شيء. لكن اذا على موضوع العد وحقوق حصه وعيالها، اعتقد يا جماعه هذا الشيء الوحيد اللي نقدر نتكلم فيه. والله اللي اشوفه يعني سعود مو مقصر بشيء، ما نقدر نحجه بشيء. بعدين ولده سالم محامي، وهو اخبر وابخص بهالامور. يعني خلاص سعود حط على راسه شريكه يا حصه؟ ليش يا سعود؟ ليش تسوي فينا كذي؟ ليش تسوي كذي في حصه وفي عيالك؟ حرام عليك يا سعود، حرام عليك. الو، هلا. اي توني بطلع. صيفت وايد حبيبي. اي يمه، على ما توصل يكون عشاك جاهز ان شاء الله. ان شاء الله يمه. لا لا، اي توني بطلع ولا يهمك. على انظر، مع السلامة. صلاح ما يحبني. تعتقدين في العين؟ أي عين؟ العين؟ الحسد. الحسد موجود والعين اللي تحسد هم موجودة. تعتقدين تأثر بالإنسان؟ إذا شغل فيها الإنسان أكيد تأثر فيه. أحد حاسدنا؟ أنا وياك كلنا، أنا وإنتي، حصة وسعاد، خالد وموتي. صلاح، ترى إحساس الإنسان إنه محسود هو أحياناً السبب الرئيسي في تدمير حياته. الإنسان لازم يكون حذر من هالموضوع. شلون الواحد يقدر يفرق بين إحساسه بالحسد إنه فعلاً محسود؟ صلاح، ليش هالموضوع شاغلك هالكثر؟ الا ما قلت لي ايش سويتوا ببيت موضي؟ تاكدنا ان سعود متزوج حصه وعنده منها عيال، انه ماخذ عليها واحده ثانيه ما عنده منها عيال، ويمكن يبلها بيت يصير عندهم عيال. الشرع والقانون مع سعود، بس المهم يكون عادل. ويوم خذها على حصه وهي ما تدري كان عادل. السؤال هذا لازم ينسال فيه سعود. الحمد لله. اكلت شيء؟ الحمد لله اكلت. صار لك مده ما يشفيك، ما تاكل اكثر من هالاكل؟ يعني شكلت ما علينا. أقولي، من زمان ما سولفت لي عن شغلي. إلا أقولي من زمان ما شفتيني من كثر الشغل. إيش وانها طلعت منك؟ بعد شو أسوي؟ هذا شغل المحامي. هذه حجوتك أنت دائما تنصحني. الإنسان يبي له راحة. إيش وان أكثر شغلنا في المكاتب. وقفت المحاكم. Thank you.
فهد رفيجتي. بالتوفيق حبيبي. وانا بروح عشان اسجل كل شيء. لا تشغلين بالك يما، انا ان شاء الله عقب ما اخلص الكليه بخلي هد رفيجتي توصلني للبيت. اوكي؟ يلا سي يو. مع السلامه حبيبي. ما نسيت شيء؟ لا كل شيء بالملف. عاد يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. صباحك الخير اخوي سعود. عدنان؟ اي نعم. انت ساكن هني؟ وانت؟ من زمان ساكن هني؟ يعني صار لي 5 سنوات. وصراحة قبل لا يتزوج كان يمرني دائما. غريبة. ما قال لي. مع انه قايل لي عنك. قال لك عني؟ اي يقول انك انت جاري في مجمع، وبعدين تدري المجمع كبير وداخله وايد، وكل واحد ما يدري عن الثاني. عفوا اخوي سعود، ظاهر اني عطلتك. انت داش ولا فارغ؟ لا لا انا داش. اوكي. انا عندك اخوي سعود. السلام عليكم. كل هالمده يمنا وانا ما ادري عنه؟ كل هذا يطلع من صلاح؟ ايش تبي يقول لك؟ انا الاخ اللي عرف انا اخوه؟ يعني طول هالمده كان يراقبني وانا ما ادري عن شيء. من اللي راقبه؟ صلاح. وليش يراقبه؟ ليش ما قال لي عن صديق عدنان؟ علشان لا يقول لك انه هو يدري. سعود لا تلومك. صلاح حاول يحافظ عليه وتلاقيه يمكن خبري له عن صديقه عدنان علشان لا يصادفك وانت داش ولا طالع. الو. نعم. يا هلا اخوي. هلا. اي نعم بيت سعود. من معاي؟ اهلا. فهد؟ اي. 3 ايام ما داوم؟ اليوم؟ ان شاء الله. ان شاء الله. لا لا ماكو زعج، انت اللي مشكور وما قصرت. جزاك الله خير. ان شاء الله. انا مع السلامه. مريت المكتب وجيتكم. السلام عليكم. هلا 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 والله. الحمد لله. شلونك انت مضي؟ الحمد لله بخير. وعبد العزيز شلونه؟ كلنا بخير الحمد لله. ترى طولتوا بس ترى متاخرنا. يلا 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 حياكم حياكم.
مع السلامة، أشوفكم باكر. باكر؟ يمه منك انتي باكر الخميس، ولا إذا ناوية تداومين من ورانا هذا شيء ثاني. أقصد يوم السبت. يمه منك، ما حد يغلط قدامك، ما أحب الغلط الداوي. يلا مع السلامة. مع السلامة. يمه منها. شفتيها؟ ما تبي طوفها شيء. ما تعرفينها يعني؟ أوف. تاكل محاضرات أكال أكال، أرضى ما شاء الله عليها. أكيد إذا الأب دكتور والأم بمعهد الأبحاث يعني. يما ما يطوفها شيء، كل المحاضرات تحت يدينها. بس 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 لا يصير بالمساجين شيء، امشي. هي معودة على اللي باردة شفيت؟ مثل ما انت شفتي. انا ما شفته. ها شو السالفه مو؟ اي ليش دراك شلون انا شفته؟ احنا ذاك احنا كنا كلنا يميع مع بعضنا. ولا كنا نسوي شيء. خلي يسولف مع خالد عن العماره ويقترح مشاريع جديده. وانت وخالد بعد ما شاء الله عليكم ولا شاغل بالكم شيء. طول بعمرك يعني ايش تبينا نسوي؟ كلنا كنا رايحين مع خالد مع المقاول بعد علشان نشوف العمارة. يعني ايش تبينا نسوي؟ ايش تبينا نسولف فيه؟ ما كان في مجال سوالف ثانية. لا ما كان في مجال. الظهر كلكم بصوب وانا بصوب ثاني. يمكن حتى بصوب. مشكور اخوي ما قصر. هذا واجبنا وان شاء الله ما في الا الخير. ان شاء الله. الله يكرمك. انا مع السلامة. مع السلامة حياك الله. يا مرحبا. شيء عجيب هالناس ما يحسون بخطأهم إلا إذا فقدوا الأشياء اللي يحبونها. ما تتخيل الاتصالات، ما تم أحد ما اتصل فيني، حتى اللي ما يواطنهم خلاهم يتصلون. أنا اللي مستغرب له شلون كان يحبك كل الحب وضحكي. لا ما أعتقد إنه كان حب. هاي شلون تتنازلين عن كل شيء حتى حدك في السكن يظل متمسك فيه؟ لا يا سالم انت ما تعرفه، هو الحين ما يبيني. هيا ليش مصر يرجع لي؟ عشان انتقم منه. ما كان متصور اني بتنازل عن كل شيء، ولا كان متوقع اني بطلع كل هالاثباتات ضده. الو؟ نعم. نعم يما. لا كان الحين بطلع. شلون؟ فهد؟ لا لا ان شاء الله ان شاء الله يما كان جاي على طول. Thank you.
تاكسي. من معه؟ يا فهد حرام عليك، حرام عليك اللي قاعد تسويه فيني، والله حرام عليك. ما يصير، ذبحتني. تعرف شنو ذبحتني؟ ذبحتني. خلاص لا تجي، لا تجي ولا بشوف وجهك، فهمت؟ لا تجي. هاي وين فيها الحين؟ راح يدور وظيفة مع ربع. هاد المدرسة وقاعد يدور على وظيفة؟ صار له ثلاثة أيام ما داوم. شنو الراتب اللي تبي تاخذه؟ لا انت ولا امك محتاجين له. يا فهد يا عمري اسمع كلامك، كمل دراستك وبعدين تشتغل، بعدين الحمد لله والشكر ما احنا بعازك المعاش ولا الشغل. فهد احترم دوافعك ورغبتك في الاستقلاليه، بس مو على حساب مستقبلي. ومن قال لكم اني بهد المدرسه؟ يا عيوني يا عيوني يا فهد، انت الحين ما اشتغلت وهديت المدرسه. يما كنا ندور على شغل. شفت؟ كنتوا تدورون على شغل، يعني مو بروحك. هي انا وربعي. وربعك ليش يبي توظفون؟ مثلي يبي توظفون يدرسون. جاوب اخوك. ايش عنا؟ فهد ظروف ربعك نفس ظروفك؟ مو معقوله كلكم عندكم نفس الظروف. يعني التفكير بشغل مو نابع منك بروحك. فهد يا عمري اخوك يقصد ان انت وربعك فكرتوا يميع وواحد شجع الثاني. يعني فكره جماعيه؟ لا انا اللي فكرت. وليش فكرت بشغل؟ ابي اعتمد على نفسي. شيء جميل يعتمد الانسان على نفسه، بس دراستي ومستقبلك. قلت لكم بشتغل وبدرس. وربعك شلون فكروا؟ ما يبي يعتمدون على اهلهم. واحنا نبيك تعتمد علينا. ايوه تعتمد على اخوك وعلي وعلى ابوك. لا ما ابي شيء من ابوي، ما ابي شيء من ابوي. فهد شو
ما ادري فود رايك؟ ما ادري باي. انت شفت طعم ثاني؟ اوكي تفضل. سألتي عنه من الأول، شو رأيك فيه؟ إيش رأيك سعود؟ والله جميل، بس ما أدري تناسب مع الألوان اللي اخترت فيها. بالذات اللون أنا كنت موافقة عليه. الطقم هيدا كله متين وقوي وعليه جرانتي إذا بتحبي تشد. تفضل. شو؟ تعال ارتاح. انت صادقة. تعبان تعود؟ واي. الله يهداك. انت هالك روحك للشغل. ايش تبينا نسوي؟ ولي متى بشيل الشركة على راسك؟ الحين ما اقدر اطلب منهم يساعدوني. ليش؟ مو اخوانك. عقب ما عرفوا كل خطوة أخطيها أو أسويها صار لها تفسير عندهم. بس أنت مدير الشركة ومن حقك تطلب اللي يساعده منهم أو من غيرهم. أنا؟ إيه أنت؟ بعدين صراحة أنت قول لي شو بسوي لك الوظيفة؟ وسعود؟ ما راح يمانع. بس اخاف لو فتحنا معاه الموضوع هذا اكيد بيفهمنا غلط. ليش؟ بالعكس، سعود كان مفروض من زمان احد يساعده بالشركه. لا يا اخوي لا، الكلام هذا من زمان، لكن الحين علاقه سعود فينا تغيرت. والله عاد سعود لا هو اول واحد ولا اخر واحد يتزوج على زوجته. بالاول كنا نتشاور كلنا يميع وحصه معانا ونوصل للحل بسرعه، بس الحين سعود بيشاور منال. حصه منال قبل حصه. هذا اذا بقى الحصه شو راح؟ مالي شور، مالي شور ولا راي عنده يا بوبي. كم يطول لسانه حتى اخوه تعب معاه. ماني مصدقه يا حصه، ما كنت تكلميني عن فهد. اي فهد 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 كبر يا موذي وكبرت مشاكله معه. ليش نسيتي؟ نسيتي سالفه السياكر والمسابق اللي ما طلع منها الا القضيه؟ نسيتي اهماله بالدراسه؟ نسيتي يوم يكذب على عيالك باحلامه ويقول لهم انه بيروح يدرس برا متلفت ويكذب عليهم؟ وسالم ما كلم ابوه؟ ابوه ابوه يا موذي ما درى عنا بالاول. تبينا يدري عنا الحين. وللحين معزم على الشغل؟ لا، والحين ما يبي الدراسة مولية. ويه يا حسرتي، ليش؟ لما درى إنه ما يوقفونه وهو يدرس هون عن الدراسة. يا ربي ما يصير، لازم أحد يكلمه إذا أبوه مو يمه عمامه أنا. لا لا، ما بنخلي ولد أخوي يضيع. شكرا مو بيسامحيني. أنا أدري أجي ما ادري انا اشوف ان كلام خالد. ايوه انا ما اختلفت معاه، بس علاقه سعود فينا الحين ما هي الاوليه. اشرب عصير، اشرب عصير فريش طازه. ونس نفسك، حياتك كلها فريش. طبعا فريش. ليش يعني؟ يا معود كلمه قلبك قليله، انت ايش قاعد تقول؟
انت تتكلم عن الشقه؟ اي وليش؟ ليش العذوبي مال روحي يعني شنو؟ بلى بس همك انت المسؤول عنه. لا حد شايل عنك او يتدخل فيه ولا انت شايل هم غيرك. صلاح دام انه لك روح لازم تحمل هم نفسك. وشي من هموم غيرك؟ انت تتكلم عن نفسك. وعن نفوسكم بعد. تعال شوف. تفضل. تقدر تعزل نفسك عن هالعالم هذا كله؟ تقدر تعزل نفسك عن السياسة مثلا؟ عن الاقتصاد؟ عن الصحة؟ عن مشاكل المجتمع؟ عن المخدرات؟ عن اجتماعات مجلس الأمة؟ عن البورصة مثلا؟ كلمات متقاطعة. حتى الكلمات المتقاطعة. حياة الإنسان هالأيام كلمات متقاطعة. صاد عاد يا شين الكلمة لا صارت بالمقلوب أو مبعثرة شلون تقدر تحلها؟ صلاح تبني يبك شيء ترى العصير ولا؟ لا مشكور يا أخي. ها؟ أشوفك كأنك بتحل كلمات متقاطعة. لا يا معود تعال خلينا نشوف مشكلة سعود والشركة. شفت شلون يا صلاح اني احل كل همومكم؟ شفت؟ عدنان صاج خالد معاه حق حلالكم ولازم تحرسون وسعود ما يقدر يجابل كل شيء بس مو انا اللي يكون ومين قال لك تفاتحه؟ خالد يقدر يتفاهم معاه هالمره ماني متدخل باي شيء عقب سالفه سعود بعد مالي وجه اكلم سعود باي شيء بس ما يصير تكون سلبي صلاح واللي سلمت منه موضوع خالد يتلفون ويكلمون سعود انا واخوني عن الموضوع مولي فهد مو على كيفك مو على كيفك يا فهد ترى عندك على ابوك وعمك وين في عندها ولا في المكتب استحال وجهك عيب هذا ما ردك لي ما قلت شيء ليش وعدني اني ما مصيف بقى ايش تبين حسابه حرام حرام عليك يا فهد اللي تسويه بنفسك وتسويه فيني لا انت من دراستك ولا من الشغل انا بعرف لين متى هالحاله لين متى لين يطلع التعيين التعيين لا تقول لي وين بالتعيين يا يمه يا فهد غيرك شهادات وللحين ينطرون دورهم ما توظفوا انت بتقول لي من بيوظفك وانت ايش عليك صبر صبر الو هلا سالم هلا يمه ايه ايه سالم معاك سالم ايه اسمعك اسمعك يمه اسمعك على هواك كيفك يمه اللي تشوف عقب ما خلص شغلي في المكتب اي نعم. ان شاء الله. لا لا ماني متاخر. ان شاء الله. بيع على طول. مع السلامة. الو. يعني متأكد إن ما فيها مجازفة؟ يا ابن الحلال، إيش مجازفته؟ أنت لا تنسى إن أنت مالك شغل في المستهلك، وبعدين تاريخ الانتهاء بعده في حاصل. بس لا تنسى إن التخمين عندنا لك عليه.
يا سعود يا اخوي، انت تدري ان احنا بعنا من هالبضاعه وايد من نفس المستودع، والحمد لله ما حد شك منها ولا شيء. بس ترى هذه كميه كبيره والتلف وارد فيها. سعود شلون يعني؟ تبي نعرف البيعه؟ اعرف ان لغت البيعه البضاعه طاحت بجنبك. سند؟ تدري عن شيء؟ عطني مهله لباكر وانا اقول لك. ما حبيت ابتعد عن الوالد والوالده واسافر للدراسه. مبين ارتباطك بالوالده. ما عمرها قصرت ويانا، لا انا ولا اخوي فهد، حتى الوالد الله يسامحه. كل شيء قسمه ونصيب مثل ما يقولون. صح، كل انسان ياخذ نصيبه. سالم، نعم، تصدق شوقتني للوالده. هذا وانت للحين ما شفتيها؟ من كثر ما كلمتني عنها تروني اني اعرفها من زمان. سالم. نور. نعم، بغيت تقول شيء؟ نور، هذا وانت ملاحظه ان انا تكلمت وايد عن الاهل وعن الوالده، وانت حتى ما كلمتين عن نفسك. بعد تبيني اتكلم؟ ترى والي عقب اللي انا قلته هي الدور اللي تكلمين عن نفسك. كل اللي عندي قلته لك قبل، حياتي صارت في ملفاتك. بس هذيك قضيتك. قضيتي هي حياتي، واعتقد عقب ما عرفتها الحكي يعرف حياتك. نوره، اعتقد اللي خلاني اطلعك على ملفي ملفك اللي صار عندي. تسمح لي عاد احتفظ بملفك مثل ما احتفظت بملفي؟ تفضلي 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 دلال. تفضلي دلال. طبعا انت مستغربه ليش انا طالبك. دلال، انا عاتب عليك وايد. ليش دكتور؟ عيالي يصير امك الروائيه المشهوره سعاد، وانا بالصدفه اعرف انك انت بنتها. انت ما تدرين اني انا من اشد المعجبين فيها. اسفه دكتور، ما كنت اعتقد ان عندك اهتمامات ادبيه. يعني ليش ان تخصصي علمي ما لي اهتمامات بالادب؟ ما اقصد، عفوا دكتور. دلال، ترى كثير من الادباء ما درسوا الادب، تلاقينهم اطباء وصيادله وفيزيائيين ومهندسين، وتلقى منهم شعراء وروائيين واحيانا موسيقيين او فنانين تشكيليين. فعلا امي اساسها علمي واتجهت للادب. وليش انك خاشه عني علاقتك باهم روائيه موجوده عندنا بالساحه؟ من وجهه نظري ابيك تصلحين هالموقف. هذه نسخه من الروايه، ابي اهداء منها لو سمحت. عفوا دكتور يوسف، أوعدك باكر إن شاء الله أجيب لك كل مجموعاتها الأدبية والقصصية وبتوقيعها وإهداءاتها. شكرا، شكرا دلال. وأبيك تبلغينها إعجابي الشديد فيها، وآسف على أي إزعاج سببته لك. بالعكس دكتور، أنا فخورة وايد، وأكيد بعد الوالدة بتكون فخورة وسعيدة. أكيد فخورة، ما أعبرش عليك. من قدك دكتور يوسف الكبرى يطلب توقيع من امك. حتى انت يا هدى لازم تفتخرين، يكفي انها فرضت نفسها بين الرياييل. والدليل على كذي دكتور يوسف، يا ليتك كنتي شايفته يوم قاعد يعتذر لي عن اي ازعاج سببه لي يوم طلب توقيعها. عاد انت ما كذبتي خبر. صدقيني هدى، اصلا انا ما كنت متوقعه كل شيء يكلمني عن الوالده. انت ما تدرين ايش صار فيني يوم كلمني عنها. ما ادري، يا ليت امي كانت معاي عشان تسمعه. شوفي يا عدلول، عن طريقك ابي نسخه مقع من خالتي. لا حبيبتي شنو هو حلاو؟ اصلا توقيع امي للدكتور يوسف واللي في مستواه بس. زين يعني ما اقدر اطلب منها بروحي؟ عاد انت كيفك انت وياها، عاد كيفكم؟
الحين قولي شو السالفه؟ اقدر اقول ان انا الحين بنت. ليش؟ والمده هذه كلها انت من بنته؟ بنت خالد الساجي. والحين؟ لا الحين غير، الحين انا بنت الروائيه الكبيره سعاد. يعني يكون عمرك بنت امك وابوك؟ يمه ابيك توقعين اهداء على كل كتبك. اهداء؟ لك انت؟ لا للدكتور يوسف. دكتور يوسف؟ واللي يسلمك يمه لا تفشلني قدامه، لا تقولين ما عندك نسخ. انا مستعده اشتري لك كل النسخ بس عشان تحطي له الاهداء اللي اطلبه. هو اللي طلب منك الاهداء؟ هو طلب مني اهداء على كتابك الاخير في قدر ما تحمل النفوس، وانا وعدته باهداء على كل نتاجك. حاضر يا دلال، من عيوني الثنتين. بس هو هالكثره تهمه كتاباتي؟ يمه هو قارئ ومتابع حق كل كتاباتك، وحتى زعل مني وايد لما درى ان انا بنتك وما قلت له. يمه حتى ابي نسخه حق رفيجتي هدى. ليش؟ هدى بعد مهتمه بكتاباتي؟ لا بس لقافة، هي طلبت مني. يمه انا فخوره فيك. الو. اي نعم. اي بالسياره. من يقول؟ وين في الحين؟ هذه طلعتها من الصبح. كل يوم على هالحال. سعود انا قاعده اكلمك عن فهد، مو قاعده احاسبك. ولا انا حاسبك. ليش ما قلتي لي من زمان؟ سالم ليش ما اتصل فيني؟ خلاص خلاص. اتصلي فيه وقولي لاني انا جاي. لو انك حريص كان سالت عنه. وان ما سالت تخليني اخر من يعلم حتى تدينيني؟ وليش تنطرني ادينك؟ ليش ما تدين نفسك من زمان؟ انت ما اتصلتي فيني عشان فهد، انت اتصلتي فيني علشان تحاسبيني. ودك اتصل فيك وتحاسب معك، لكنك متفاهمني. من تفاهم اني ما لي طلبات خاصه. سعود انا ما عندي قضيه معك، قضيه فهد وبس. يبا الوالده تبي تتواصل معاك بموضوع فهد. ما في موضوع ثاني. سالم ما تعرف امك. ما حد يقدر يعرف الا خاشته. مو كثرك يا سعود. والله العالم مش خاش عني وعن اخواني. معليش من اخواني، لا تتدخلين بيننا. الله اكبر، منو اللي تدخل بينك وبين اخوانك؟ يمه قول ابوك. سعود طول عمري واحده منكم، اول مره اسمع منك كلمه اني داشه بينكم. كم الموقف يا هدلو؟ ليش اتصلت فيه؟ ليش خليتيه هني؟ مو بأبوه. مسؤولة عنك مثل ما أنا مسؤولة عنك. فهد لو أنك تكانة كان ما اضطريت إني أتصل فيك. فهد يما طلعتي غرفتك ارتاح. فهد صار لك مدة تتصرف، تقرر على كيفك، ما ندري ايش ناوي عليك. هات نفسك مكان الوالدة. لو ابوك قال انك تغيب ويمكن
تنفصل من مدرستها. لاني طبعا قاعد ادور شغل. ايش راح يكون موقفها؟ خلاص سالم، انا ما اقدر اتصل فيه واقول له. وليش ما تقول له قبل ما تقول له؟ ليش ما تقول حق الوالده؟ علشان تقول حق الوالد؟ انا حاضر، انا اتصل فيه واقول له ايش بيسوي يعني؟ ليش يعني؟ ما انا ماني مهم؟ اعرف رأيكم. انت المسؤول عني ولا ابوي ولا امي المسؤولة عني؟ شبيك؟ ان شاء الله. حاضر حاضر يبا، كان ياي كان ياي. تدري انك هاد دروسك وياني؟ يبا انا بشتغل. ها. ليش؟ خلصت الجامعه؟ يبا بصراحه انا قدمت على شغل وبدرس. هذا شغل امك؟ لا اصلا امي مو موافقه، عشان كذي انا جاي اخذ رايك. عقب ما قررت قدمت على الشغل وقلت لامك وما وافقت جاي تشاورني؟ يبا انا للحين ما تعينت. يعني لو انك تعينت وداومت بديت تشاورني ولا تبيني اتوسط لك؟ لا يبا مشكور انا ماشي. تبي مني شيء؟ لا بس قول لأخوك سالم يتصل فيني. إن شاء الله إن شاء الله. مع السلامة. إملا. يبا إذا ما لقيت شغل برا أقدر أشتغل عندك هني؟ يتآمرون علي واولهم موضي طبعا لاني خذيتك من رفيجاتها اللي مختارتها لك وحطها على كيفك.
ما تقدر تشك حيط بابره الا بشورها، وانا طالعه من يدها لانها ما اختارتني لك، وانت خذيتني من غير شورها، شلون تبيها؟ بلش منال. مسكينه منى، الله يساعدها ويساعد صلاح. لو في امل كان وديناها برا. المشكله كل ما حملت وهي تعذب وهي تعذب. هذا نصيبها المسكينه. وانا كل ما اشوف صلاح اخوي ساكت وحاتي اموت من الحب. ما ادري ليش يحسه، ما ادري ليش هالولد مو محبوب. لا هو اللي كمل دراسته حال حال ربعه، ولا من وظيفته انسنه، ولا قادر يشوف لا ظنه حال حال الناس. انا اللي اشوف صلاح ساعات اتذكر فهد، هذا هو نفس الحظ. كهو بيشتغل من غير شهاده وما يدرى، الله يستر بعد اللي يتزوج. لا بسم الله عليه، فهد صغير والدنيا قدامه ان شاء الله. وي يا موضي، ما تدرين المصايب اللي كل يوم مصيبه اكبر من الثانيه. يا حسرتي على ضغطي بعد، هل يا صاحب يا نازل بيت تموت. ذكري الله واتي تبك، ان شاء الله ما كله كل الخير. الله كريم الله كريم. كنا صلاح ومنى تاخروا عند الدكتور. لا الحين يطلعوا. خير دكتور؟ ان شاء الله المدام حتكون بخير. طمن صلاح. ليش؟ والجنين؟ والجنين؟ المهم منى يا صلاح. الجنين؟ صحة منى هي اللي تهمك دلوقتي. ايش فيه منى؟ صلاح بصراحة جنين صار له مدة. لا صلاح زي ما قلت لك حياة منى هي الأهم دلوقتي، ولا إيه؟ الجنين من مدة وجدناه متوفى، والحمد لله إن إحنا لحقنا زوجتك. المهم دلوقتي أنا عايزك تمضي لي على الورقة دي بالموافقة على إجراء العملية، لأننا جهزنا كل شيء. وعايزك تعرف حاجة، أي تأخير في خطر على حياتك.